الرئيس السيسي وجه التحية والتقدير للشهداء والمصابين ويؤكد أن الدولة لن تنسى تضحياتهم. الرئيس السيسي يؤكد نجاح الدولة في القضاء على الإرهاب في شمال سيناء بالتزامن مع تحقيق التنمية. ومجلس الشيوخ الفرنسي يقر برفع سن التقاعد إلى 64 عاما رغم تواصل الاحتجاجات على خطط الحكومة. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أرحب بكم وبداية هذه النشرة مع دانا مدحت. دانا أهلا بك نانسي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن الاحتفال بيوم الشهيد يؤكد قدرة مصر على تخطي التحديات والصعوبات. وخلال فعاليات الندوة التثقيفية 37 للقوات المسلحة أكد السيد الرئيس أن الدولة واجهت صعوبات وتحديات كثيرة خلال الفترة الماضية وتم دفع ثمن كبير لمواجهتها. أنا من الناس اللي حضرت الأحداث وشافتها وهي بتتعمل، يعني شفت الأحداث وهي بتترتب بشكل أو بآخر يعني. وزي ما انتوا شفتوا كده، يمكن الاحتفال كله وكل البرنامج بتاع النهاردة بيعكس حاجة واحدة بس، إن مهما كانت الصعوبات اللي بتقابلنا ومهما كانت الظروف الصعبة اللي احنا بنواجهها، بفضل الله سبحانه وتعالى الأمور بتعدي. في تمن، زي ما اسم الندوة النهاردة التمن، في تمن كبير قوي للدفع. التمن ده في أسر، أنا دايما أقول الكلمة ديت وتكراري له هو عرفان، تكراري للكلام هو عرفان، عرفان للأسر اللي موجودة معانا دلوقتي واللي حتى مش موجودة، إن التمن ده تمن كبير جدا عندكم وكمان كبير جدا عندنا. عندنا كلنا، مش عندنا بس، افتكر يعني عند كل المصريين اللي بيشوفونا النهارده على في التلفزيون وبيشوفوا المشاهد ديت، بيحسوا قد ايه ان في ثمن كبير قوي اتدفع عشان البلد دي تبقى في امن وامان وسلام. هذا وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الإرهاب لا يستطيع هدم أي بلد إذا كان مواطنوه على قلب رجل واحد، موضحا أن الدولة تمكنت من إنجاز هدف القضاء على الإرهاب في شمال سيناء بنجاح. لما حصل الكلام ده من سنين كنا بنقول إن الموضوع ده في يوم من الأيام هينتهي، ومفيش إرهاب بيهد بلد لو كانت البلد دي على قلب رجل واحد، مفيش. في تمن وفي وقت كبير بيضيع وفي مقدرات وتكلفة غير الأرواح بتتقدم من البلد دي، لكن أكيد اليوم هيجي لنهاية، واللي احنا شفناه وكنا بنشوفه كل يوم على مدى تقريبا 10 سنين. أنا خليني هكلمكم على كشاهد عيان ازاي الموضوع ده حصل، وهقوله لكم عشان تعرفوا ان مفيش حاجه بتتعمل والده اللحظه، ده فكر وخطه وترتيب واجراءات بتتعمل عشان في النهايه ندخل احنا في اللي احنا دخلنا فيه العشر سنين اللي فاتوا. هذا وأوضح الرئيس السيسي أنه تم رصد خطر الإرهاب في شمال سيناء قبل عام 2008، حيث تمكن الإرهابيون من تأسيس بنية أساسية ضخمة، ومضيفا أنه في عام 2011 كان يتم تخريب الوجود المصري في شمال سيناء، بينما خرجت الأمور عن السيطرة في 28 من يناير بنفس العام. كنا بنناقش الوضع، فكنا شايفين أن خلال 7 سنين اتشكلت
بنية أساسية ضخمة في شمال سيناء. البنية الأساسية دي عبارة عن مخازن الأسلحة والذخيرة والمفرقعات، وأيضا بنية بشرية كبيرة للموضوع للسيطرة. وكانوا ساعتها لو انتوا رجعتوا على مواقع التواصل هتشوفوا ان انا بتكلم على 2008 او 2009، هتشوفوا ان هم كان في افلام لهم وهم بيعملوا عروض اكنهم خارج الدوله يعني. وكان الكلام ساعتها ان في مشكله كبيره موجوده في سيناء، وكانت المشكله ديت يعني ان اللي موجود هناك الكتله اللي اتشكلت دي على مدى السنين اللي قبل 2008 و7 و6 يمكن و5 بقت محتاجه جهد وعمل عسكري كبير، مش بس بالشرطه، لازم الشرطه والجيش تتدخل عشان تحل المساله ديت. ما حصلش. ما كانت طبعا في ظروف وفي اتفاقيات، فكان الموضوع ان القوات اللي موجوده قوات شرطيه محدوده، والقوات بتاعه الجيش موجوده على الخط الف بس يعني. وفضل الموضوع كده، وبانت المؤامره بابعادها الكامله في 2011، والناس مشغولة في الميدان. كان بيتم تخريب تواجد الدولة المصرية هناك والقضاء عليه، إقسام مديريات كل ما يتعلق بمصر، وتعمل ولاية وتعمل قضاء شرعي على قد تعبيرهم يعني، وحاجات من هذا القبيل. يوم 28 يناير كانت خلاص بقى نتيجة التعدي ده بقت الأمور خارج السيطرة. هذا وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه اختار العمل على بناء الدولة بالتوازي مع جهود القضاء على الإرهاب في شمال سيناء، بدلا من حشد كل جهود الدولة لخدمة المعركة الإرهابية. أنا بحكي الحكاية ديت ليه؟ عشان انا في لقاء سابق قلت خلي بالكم، اوعى عينيكم تغفل او تنام على حاجه في جوه مصر. وكمان مش بس كده، كمان ننتبه على اي حاجه ممكن تمسنا بره مصر. انا عايز اقول للشعب المصري كله كان عندي خيارين لما توليت المسؤولية. خيار ان انا اشيلكوا الهم واخلي الموضوع معاكم، وزي ما قلت مرة قبل كده او مرات يمكن، وان احنا نوقف كل الاعمال ونعمل حشد اعلامي ضخم على الحرب اللي بتتم هناك. الحرب اللي هناك حرب ما كانتش بسيطة يعني، واحنا لو جبنا لكم الافلام مش بتاعتنا احنا، عشان ما تقولوش ان احنا اللي يعني تصويرنا، لا لا لا، اللي موجود على النت، وتشوفوا حجم الخسائر وحجم الدمار وحجم الخراب اللي اتعمل والناس اللي ماتت. انا والله لولا رأفة بيكم اوريكم فيلم واحد، والله العظيم انا بقسم بالله أنا متهيألي كل المصريين ما هتنام لو أزعت لكم الفيلم ده على اللي كانوا بيعملوه، وده متصور فيلم واحد. فكان عندي خيارين إن أنا أشيلكم الهم وحرب بقى بنحارب ونحشد كل الجهود بتاعت الدولة للحرب ومفيش حاجة تاني، لكن احنا ما عملناش كده.
طب ليه ما عملناش كده؟ الرأي الأولاني ده رأي السياسة، الرأي اللي هو تقدير موقف سياسي، طب نعمل إيه؟ حشد الرأي العام وراء القيادة السياسية في مواجهة الإرهاب اللي موجود، وده يبقى غطاء لأي حاجة لغاية لما الأمور تتحسن بقى. ده شكل. وشكل تاني إن هو يعني إنه يجري بكل همة وكل ما أوتي من قدرة هو وزمايله لإنهاء المشكلة دي وكمان بناء البلد. هذا كما شدد السيد الرئيس على ضرورة مواصلة الانتباه لمواجهة أي أحداث تطرأ، ومشيرا إلى أن المعركة كان لها تكلفة اقتصادية كبيرة، حيث تم إنفاق 1 مليار جنيه شهريا لمدة تصل إلى 90 شهر. بعد ما سمعوني من إن أنا قلت الكلمتين دول، فراحهم إحنا بنسمعهم برضو، فقالوا إيه طب نعمل لهم عملية بقى عشان إيه؟ عشان نأكد إن إحنا عايزين يجوا من بره يعملوا عملية عشان يأكدوا إن إحنا لسه موجودين. فعشان كده إحنا لازم نبقى دايما منتبهين، وزي ما بيقولوا كده يفضل السلاح صاحي، يفضل السلاح صاحي. السلاح ده أنا عمري ما كلمت في العلن كده، ودايما كنت لما بقولها كانوا الناس بتوع يعني اللي مسؤولين على الإعلام يروحوا مشايلينها من يشيلوها من المقطع بتاعي لما تيجي تكون متسجلة. مش هيقدروا يعملوا كده دلوقتي، مش هيقدروا يعملوا كده دلوقتي. صحيح شوفوا، كان كل شهر على الأقل على الأقل 1 مليار جنيه لمدة 90 شهر.
كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التحديات ما زالت كبيرة من أجل بناء الدولة وإعادة مكانتها، مشيرا إلى أنه سيتم إقامة معرض لما تبقى من سلاح وذخائر للإرهابيين. وأنا قلت الكلام ده مرة قبل كده برضو، قلت إن إحنا عايزين نبقى أكثر صلابة. أكتر من كده أيوة. ليه؟ لأن التحديات اللي قدامنا كتير ومش هتنتهي. بناء دولة واستعادة مكانتها أمر ليس باليسير. بناء دولة فيها 100 مليون و5 وأكتر من 6 مليون من الضيوف عايشين وسطينا هنا، واستعادة مكانتها في التعليم وفي الصحة وفي كل شيء أمر مش بسيط، أمر محتاج جهد ومحتاج تضحية. وبدأت المعركة معاهم، وكان كتير مننا بيقول إمتى تخلص. كنا بفضل الله عارفين إنها هتخلص، بس بدم الناس. بالمناسبة إحنا هنعمل مش بس الاحتفالية، إحنا هنعمل معرض للحرب ديت. هنعمل معرض للحرب ديت، هنوريكوا الحاجات اللي كانت موجودة اللي بقيت يعني، بس مش قليل، ده كتير قوي قوي، من سلاح وذخائر وأجهزة اتصال وكل ما تعنيه معدات حرب. يعني الموضوع هناك ما كانش بسيط. الناس متعودة أنها تشوف الحرب اللي هي يعني يصوروا دبابات وطيارات بتضرب وبتاع زي الحروب التقليدية يعني، لكن الحرب دي كانت صدقوني أكثر شراسة، لأن العدو التقليدي أنت عارفه بتشوفه وتقدر تتعامل معاه وجها لوجه، ده ما بتشوفوش، ده مستخبي وسطينا بلبسنا وحالنا يمكن. وبعدين يوم بخسة وجبن يهاجمك ويجري، وطبعا الناس بتبقى ما يعني موجوعة على ولادها وعلى مستقبل بلدها. فالحمد لله رب العالمين، ما حن في المعرض ده ان شاء الله هنوريكم صور بالاسم لكل اللي كانوا مجرمين هناك، بالاسم، الاسم والصورة، الاسم والصورة لكل مجرم من المجرمين دول. وحذر الرئيس السيسي من أن المخططات هدفها هدم الدول من الداخل، ومشددا على أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر ليست مقياسا منصفا لما تحقق من إنجازات. اوعوا اوعوا الموضوع ده يتكرر تاني، اوعوا يا مصريين تتسببوا مرة تانية في خراب بلادكم. الكلام ده اتعمل لما البلد فكت في 2011، وهفضل اكررها لكم، واتحاسب امام الله سبحانه وتعالى على الكلام ده. الكلام ده حصل لما البلد فكت في 2011. علموا الكلام ده في المدارس، وعلموا الكلام ده في الاعلام، وعلموا الكلام ده في الكليات. ده امر مهم قوي، تدمير الدول من الداخل، تدمير الدول من الداخل ده فكر وعلم، وارخص على اللي بيعملوه ارخص تكلفه، تكاليفه قليله قوي ان انا ادمر بلد باهلها. ودايما هيبقى موجود الكويس واللي مش كويس. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، اطمنكم ان احنا الحمد لله بخير وسلام وبأمان، وكل يوم أفضل من امبارح. إذا كانت الناس هتتصور إن أزمة اقتصادية زي اللي إحنا بنمر بيها هو ده القياس الحقيقي للدولة المصرية، أنتوا بتظلموا القياس. أنا بتكلم بصراحة يعني. إذا كنت هيبقى القياس بتاعنا إن إحنا نقول طب ظروفنا الاقتصادية أخبارها إيه؟ طب وإحنا في 2012 كنا عاملين إزاي؟ طب و2013 كنا عاملين ازاي؟ مهم قوي ان احنا مش ما ننساش، نبقى عارفين ان الحالات ديت
معناها ان الدوله كانت خلاص يعني مفيش، وكان ممكن قوي البلد دي تدخل حرب اهليه ونقعد كده بقى سنين طويله. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان ابناء مصر الشهداء واسرهم دفعوا ثمنا كبيرا لاعاده الامن، مضيفا ان هذا الثمن لا يمكن تعويض اسرهم عليها. كما اكد السيد الرئيس انه يجب على كل مصري ان يحافظوا على الوطن ومقدراته تكريما للشهداء وتضحياتهم الغاليه. انا عايز اقول لكم على حاجه. اتفضل. يمكن ساعه لما الابطال دول استشهدوا كانت الدنيا لسه مش باينه، وكان كل الناس خايفة، وكل شوية نصحى على عمل كبير بيحصل ودماء من دماء أبنائنا بتنزف وأرواح بتروح عند ربنا. أنا عايز أفكركم دلوقتي إن التمن ده اللي أبنائنا دول دفعوه واللي انتوا قدمتوه وإحنا مش هنقدر نعوضكم عليه، اللي هيعوضكم عليه ربنا، ربنا وحده سبحانه وتعالى هو اللي هيعوض أسر الشهداء والأم بالذات. أكد السيد الرئيس أيضا أن الجيش والشعب المصري لا ينسى كل شهيد وكل مصاب قدم جزءا من جسده فداء من أجل تحقيق الأمن والسلام. مش بس الجيش اللي ما بينساش، لا كل المصريين. وبيبقى اليوم ده احنا بنتكلم فيه النهاردة على استشهاد الفريق عبد المنعم من حوالي يعني أكتر من 50 سنة، ما نسيناهوش ومش هننساه ومش هننسى كل شهيد، كل شهيد وكل مصاب حتى قدم حتة من جسمه لأجل البلد دي تبقى بلد في أمان وسلام. وأنا عايز أقول وإحنا بنقول الكلام ده من كذا سنة كان يقول لك هو معقول، هو إحنا هنقدر نقضي على الإرهاب ده؟ إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أبنائكم وأبناء أسر كتير أخرى الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين تحقق الحلم ده بفضل الأرواح دي وبفضلكم انتوا كأسر مصرية طيبة وبسيطة ربت ولادها وقدمتهم. التمن واللي ما ننساهوش حقيقي هو ان احنا نخلي بالنا من البلد ديت وان الكلام ده ما يتكررش فينا تاني، والخراب اللي كان ممكن مصر تشوفه خلال ال10 سنين اللي فاتوا ما يتكررش تاني. بمين؟ مش بقى بالجيش والشرطة، بكل المصريين قبل كل شيء، وفوق ده كله ربنا سبحانه وتعالى مطلع علينا. هذا وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن احتفال سيتم تنظيمه في سيناء بحضور أسر الشهداء لرؤية الواقع الجديد بعد عودة الأمن. احنا إن شاء الله هنحتفل كلنا وأسر الشهداء كلها معانا في يوم، بس هتشوفوا سينا فيه غير اللي انتوا شفتوه في الـ في الـ يعني في الـ الصوره المؤلمه اللي هي صوره الـ الاشرار. لا، هتشوفوا بفضل الله سبحانه وتعالى صوره انتوا كمان هتفرحوا ان ولادكم قدموا ارواحهم لاجل البلد دي، مش البلد دي مصر بس، حتى من سينا نروح فيها كلنا نحتفل إن شاء الله والدنيا تبقى مختلفة خالص إن شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رئيس. كما كرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من أسر الشهداء ضمن فعاليات الندوة الثقافية 37 للقوات المسلحة، وذلك احتفالا بيوم الشهيد. كرم أيضا السيد الرئيس مصابي العمليات الحربية. هذا وحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التقاط صورة تذكارية مع أمهات شهداء مثلث القيادة كل على حدة. وصافح السيد الرئيس عقب صعوده إلى منصة الاحتفال أمهات الشهداء الثلاثة التي أعربن عن سعادتهن بلقائه، وتم التقاط صورة تذكارية للسيد الرئيس مع أم كل شهيد بشكل منفرد تقديرا وعرفانا بتضحياتهن وتكريما لأرواح الشهداء.
أعلن وزير الخارجية سامح شكري على الاتفاق على عقد لجنة مشتركة ما بين مصر وكينيا في وقت قريب. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الكيني، أشار سامح شكري إلى أنه يتم العمل على تنمية الاستثمارات ما بين البلدين. اتفقنا على عقد اللجنة المشتركة في وقت قريب والتحضير لها في كل المجالات اللي طرحها معالي الوزير، سواء كانت الاستفادة من استمرار اعتماد مصر ويكون مصر الثاني أكبر دولة مستوردة للشاي من كينيا، ولكن هناك مجالات أخرى فيما يتعلق بالقهوة، فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، وأيضا احتياج كينيا لتكثيف الصادرات المصرية من السماد، من الأجهزة المنزلية، من غير ذلك، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية واستمرار العمل على تنمية الاستثمارات في البلدين والاستفادة مما أصبح للشركات المصرية من خبرة في إطار تنفيذ المشروعات البنية الأساسية وإمكانية استفادة كينيا من ذلك. من جانبه، أكد وزير الخارجية الكيني ألفريد موتاوا أن مصر وكينيا تربطهما علاقات صداقة، مشددا على رغبة بلاده في دعم التعاون مع مصر. مصر وكينيا لم يكونا من قبل في أي شكل من أشكال الصراعات أو الخلافات. نحن دوما لدينا صداقات ونريد أن نطور من هذه الصداقات، ولقد حان الوقت الآن من أجل تطوير هذه العلاقات من أجل الارتقاء بطموحات وآمال الشعبين، ونريد أن نطور من تلك العلاقات على نحو استراتيجي. ولهذا فإنني سعيد للغاية بهذه الدعوة الكريمة، وأنا أدعوكم كذلك لزيارة كينيا، وسنكون سعداء للغاية بتبادل الآراء ووجهات النظر. فنريد أن نراك معالي الوزير في كينيا ونرى ما هي أوجه التعاون المشترك بين كلا البلدين. استقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيره الأرمني أرارت ميروزيان، هذا وأشار بيان لوزارة الخارجية إلى أن شكري قد أكد العلاقات التاريخية العميقة ما بين البلدين والتي تستند إلى دعم شعبي راسخ، وهو ما أيده وزير خارجية أرمينيا، ومؤكدا على أن بلاده تعتبر مصر بمثابة بيت ثان للأرمن. اتفق الوزيران على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري خاصة في مجال الأدوية، كما تم مناقشة مقترح تدشين خط طيران مباشر ما بين البلدين ليسهم بذلك في زيادة وتيسير حركة رجال الأعمال والتدفق السياحي. نفى المركز العالمي لمجلس الوزراء صدور قرار بوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى. شدد المركز على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكد أن خدمة المحافظ الإلكترونية تعمل بشكل طبيعي ومنتظم دون أي عوائق لجميع شركات الاتصالات، ولم تصدر أي تعليمات أو قرارات من أي جهة رسمية بإيقاف التعامل عليها. كما أشار الجهاز إلى أهمية المحافظ الإلكترونية في دعم جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة في تحقيق الشمول المالي والتحول نحو مجتمع رقمي مع الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات والحسابات. بدأ تشغيل تجريبي لمحور الفريق كمال عامر بمحافظة الجيزة، يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إنهاء أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر لتشغيله، باعتباره أكبر محور عرضي بمحافظة الجيزة يربط المحاور الرئيسية ببعضها البعض. محور الفريق كمال عامر هو أول محور عرضي بيربط محافظة الجيزة، بيربط بين شمال الجيزة لجنوب الجيزة، طوله 12 كيلو بالإضافة إلى 3 كيلو إضافي ربط على محور تحيا مصر، بيربط دائري المنيب بدائري الوراق مرورا بعدة من التقاطعات. طبعا التقاطعات دي كانت من أصعب التقاطعات اللي ممكن نعمل فيها عمل صناعي. المحور ده يعني احنا بنسميه الحلم الجميل لمنطقة الجيزة، وهو شريان كان مهم جدا إنشاؤه للربط ما بين الدائرين،
فاستغرقنا فيه وقت حقيقه مش كبير، محور طوله 15 كيلو، ولما بنتكلم على طول 15 كيلو جوه الجيزه دي مسافه كبيره، فهو محور من المحاور الكبيره اللي ليها اثر فعال في عمليه تخفيف العبء المروري على الناس. كان في المشروع ده يوميا يعني مش اقل من 2500 عامل على مدار ال 24 ساعه، نظام ورادي ثلاث ورادي على مدار ال 24 ساعه، بنوفر لهم استراحاتهم، بنوفر لهم كل تنقلاتهم، كل سبل الراحه. انت عارف حضرتك ان العنصر البشري ده احد عناصر الاساسيه، وهو عنصر اساسي في العمليه الانتاجيه، بيحل مشكله مروريه كبيره جدا في محافظه الجيزه، التجدس المروري اللي هو في الشوارع والطرق الضيقه جدا اللي بقى لها داخله في 30 سنه. احنا بنتكلم محور بيربط من دائري المنيب لدائري الوراق عرضي بمطالع ومنازل بتخدم شارع الهرم، شارع فيصل، صفة اللبن، جامعة الدول العربية، بيربط القاهرة الجديدة ومستقبلا العاصمة الإدارية بمحافظة الجيزة في مدة يعني لا تتجاوز التلت ساعة. في زمن الرحلة طبعا كان بيستغرق في العادي ممكن يوصل ساعة ونص ساعتين في التجدس المروري ده باختصار. يعني الناس ممكن تتخيل ان الأزمة رايحة تحل ازاي، اللي جاي من القاهرة الجديدة لمحافظة الجيزة ممكن يجي في خلال تلت ساعة. على هامش مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، عقد المهرجان ندوة حول المرأة في سينما يوسف إدريس بمشاركة عدد من الأدباء والفنانين. الندوة ناقشت أهمية دور المرأة في روايات الكاتب الكبير التي كانت دائما بطلة الأعمال الفنية التي تم اقتباسها من هذه الروايات في السينما والدراما. لي الشرف اني اكون بنت الدكتور يوسف ادريس اللي هو كان موضوع الندوه النهارده في مهرجان اسوان للمراه، اعمال يعني تناول المراه في مجمل اعمال يوسف ادريس. والحقيقه الندوه كانت يعني ناجحه جدا ومفرحه جدا، وبتبسط جدا لما الاقي خصوصا اناث يعني متابعين للاعمال والكتابه بتاعه يوسف ادريس، وكلنا تقريبا بشبه اجماع اجمعنا ان ما اخدش حقه في يعني في الطرح على الشاشة الفضية، سواء الفضية أو الذهبية، السينما أو التلفزيون أو حتى المسرح. ندوة مهمة جدا عشان نشوف إزاي الكتاب بيعكسوا المرأة في كتاباتهم، وإزاي ده كمان بيتحول لأفلام نقدر نشوفها على الشاشة المصرية. كمان من ناحية تانية النهاردة في هذا المنتدى بيجتمع أهالي أسوان مع النقاد ومع الكتاب ومع الفنانين من أجل أن يتم حوار مشترك ومتبادل. كنت بشارك في الندوة عن المرأة في صورة المرأة في أدب يوسف إدريس، ودار الحديث حوالين كيف تم تحويل أو النظر إلى المرأة في أدب يوسف إدريس المكتوب وتحويلها إلى إلى سينما عبر أفلامه الحرام ونداها وحادثة شرف والعيب وعلى ورق سلوفان وكثير من الأفلام التي تم تحويلها عن الأعمال القصصية والروائية لكاتبنا الكبير يوسف إدريس. كما عقد مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة ندوة حول صورة المرأة في السينما العربية. الندوة ناقشت تقييم دور المرأة في السينما العربية وكذلك مناقشة الظروف السياسية والاجتماعية التي أسهمت في تشكيل طبيعة هذا الدور. أنا بشرف على كتاب صورة المرأة في السينما العربية اللي احنا بنقدمه ضمن إصدارات مهرجان أسوان على مدى 4 سنين. الكتاب معني بشكل أساسي بتقييم صورة المرأة كما تطرحها الأفلام في السينما العربية في مختلف الدول العربية اللي عندها إنتاجات. السنة دي شارك فيه 15 ناقد عربي من كبار النقاد في السينما العربية، وقدموا كل واحد رؤيتهم لما أنتجته السينما في بلادهم وكيف عكست الأفلام صورة المرأة فيها. يمكن أكتر حاجة اتقالت في الندوة أو طرحت فيها أكدت أهمية الكتاب دوت، لأنه حاليا هو ترجم في مهرجان سلة الأفلام المرأة للغة الفرنسية، ثم سيترجم أيضا في روتردام للسينما العربية.
وصل معرض بطلات مصر والتشيك عروضه بأسوان على هامش مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته السابعة. يقدم المعرض 12 بطلة من مصر يقابلها 12 بطلة من جمهورية التشيك، وذلك في المجالات المختلفة في الفن بأنواعه والقانون والرياضة والناشطات والمهتمات بنشاط حقوق الإنسان والأعمال الخيرية. يواصل العمال المضربون في فرنسا منع تسليم الوقود وخفض إنتاج الكهرباء في عدة مواقع، وذلك احتجاجا على التغيرات المقترحة على نظام المعاشات التقاعدية. قال رئيس الاتحاد الفرنسي للبترول والطاقة وصناعات التنقل أوليفي جانتو إن نحو 7% من محطات التزويد بالوقود الفرنسية تفتقر إلى منتج واحد على الأقل. قام العمال المضربون بقطع الكهرباء عن استاد فرنسا والقرية الأولمبية في ضاحية سان داوني على مشارف باريس الشمالية. هذا وأقر مجلس الشيوخ الفرنسي مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنص على رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64، على أن يستأنف اليوم النقاش حول باقي مواد هذا التعديل. وصوت 201 عضو لصالح رفع سن التقاعد مقابل 115 عضوا صوتوا ضده. بعد جدال كبير أقر مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي وتنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. صوت 201 من الأعضاء لصالح رفع سن التقاعد مقابل 115 عضوا صوتوا ضده بعد جلسة شهدت تراشقا حادا بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم. الأغلبية التي تهيمن عليها الحكومة كانت قد سرعت الخطى لإقرار هذا الإصلاح قبل انتهاء المهلة النهائية منتصف ليلة الأحد القادم، على أن يستأنف المجلس النقاش حول بقية مواد هذا التعديل. وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما بواقع 3 أشهر سنويا، وذلك اعتبارا من الأول من سبتمبر. كما ينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاما إلى 43 عاما لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملا، أي من دون أن تلحق به أي خصومات. وتعول الحكومة على هذا التعديل لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكل أحد ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي. ويأتي إقرار هذا التعديل بعد مظاهرات حاشدة جرت في فرنسا شارك فيها 1,280,000 شخصا وفقا لوزارة الداخلية، و3.5 ملايين وفقا للاتحاد العمالي العام، احتجاجا على تعديل نظام التقاعد في فرنسا. أفادت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الأصفر. أكد الجيش الكوري الجنوبي أنهم يحافظون على وضع الاستعداد الكامل وتعزيز المراقبة، وذلك بيتزامن مع التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماونينغ إن بلادها تعارض كبح هولندا لتصدير معدات صناعة أشباه الموصلات، واعتبرت معه أن هذه الخطوة هي نتيجة لأن دولة معينة تمارس عليها الضغط، داعية هولندا إلى أن تفكر في أفضل مصالحها. We'll be right back.
أدان رئيس الأوكرانية فلاديمير زيلينسكي الموجة الجديدة من الضربات الصاروخية الروسية المكثفة على بلاده. قال زيلينسكي أن البنية التحتية الحيوية والمباني السكنية في 10 مناطق أوكرانية قد تعرضت للقصف في الهجمات الأخيرة، ومشيرا إلى أن موسكو لن تتفادى هذه المسؤولية. هذا وقال سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 81 صاروخا من بينها 6 صواريخ كانزال تفوق سرعة الصوت و8 طائرات مسيرة على أوكرانيا. وأضاف أن كييف دمرت 34 صاروخ كروز و4 طائرات مسيرة انتحارية و8 طائرات مسيرة وصواريخ موجهة، منعت أيضا من الوصول إلى أهدافها. أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن محطة الطاقة النووية زاباروجيا قد فقدت كل إمدادات الطاقة الخارجية وتعتمد على مولدات الديزل. هذا وأضافت أن هذا هو خطوة دفاعي الأخير لمنع الانصهار الناتج عن ارتفاع درجة حرارة وقود المفاعل. جاء ذلك بعد أن قالت شركة إنرجواتوم الأوكرانية الحكومية إن محطة زاباروجيا للطاقة النووية الخاضعة للسيطرة الروسية انقطعت عنها إمدادات الطاقة الكهربائية. هذا وأوضحت شركته أن حلقة الربط الأخيرة بين المحطة ونظام الطاقة الأوكراني انقطعت، ومشيرة إلى أن العمل توقف في المفاعلين الخامس والسادس، ويتم الآن توفير الطاقة الكهربائية اللازمة من أجل تشغيل المحطة من خلال 18 مولداً تعمل بالديزل وبها وقود يكفي لعشرة أيام. أبدأ الرئيس البولندي أندريا دودا استعداد بلاده لتسليم طائرات مقاتلة من طراز ميج 29 إلى أوكرانيا. هذا وأعرب دودا عن ثقته في أن تكون أوكرانيا مستعدة لاستخدام هذا النوع من الطائرات على الفور، مؤكدا أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل الطائرات المقاتلة من طراز F-16 مهم وضروري للغاية، معربا عن ثقته في أن القوات المسلحة الأوكرانية تريد أن تكون على مستوى منظمة حلف شمال الأطلسي ناتو، وبالتالي سترغب في استخدام الطائرات المقاتلة من طراز F-16. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي إنهما أكدا الاستمرار في تنفيذ الالتزامات في إطار أوبك بلس. دعا لافروف إلى رفع كل العراقيل لتصدير الأسمدة والحبوب الروسية لتمديد اتفاقية البحر الأسود. قال مسؤول سياسة الطاقة بالاتحاد الأوروبي أن أوكرانيا ستشارك في مخطط دول الاتحاد لشراء الغاز بشكل مشترك. وقال مفوض الطاقة الأوروبي أنه سيتم دمج أوكرانيا في منصة الشراء المشتركة للغاز بهدف المساعدة في تأمين ملياري متر مكعب من الغاز الإضافي. هذا وتخطط دول الاتحاد الأوروبي لتوقيع عقودها الأولى لشراء الغاز بشكل مشترك بحلول الصيف. تعتزم ألمانيا طرح محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي هذا العام في إطار خطة لإضافة 25 جيجاوات من الطاقة كبديل للفحم بحلول عام 2030. قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك إن الحكومة تجري الآن محادثات مع صناعات
الطاقة المتجددة بشأن ضمانات شراء محتملة لزيادة طاقات الإنتاج. سجلت جنوب أفريقيا أول عجز في ميزان الحساب الجاري منذ 3 أعوام خلال عام 2022، حيث ارتفعت الواردات وتكرر انقطاع الكهرباء، كما أعاقت المشاكل اللوجستية بالشبكة الصادرات. هذا وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن بنك الاحتياط قال في تقرير إن ميزان الحساب الجاري سجل عجزاً بنسبة 0.5% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بتحقيق فائض بواقع 3.7% خلال عام 2021. رياضيا، يخوض الأهلي ميرانا هو الأول بجنوب أفريقيا استعدادا لمباراة سان داونز المقرر لها يوم السبت في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. يحاول الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر التأقلم على الأجواء في جنوب أفريقيا، وذلك قبل خوض اللقاء المرتقب الذي يدخله المارد الأحمر، سعيا لإحراز 3 نقاط من أجل التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. فاز فيوتشر على نظيره نادي الجيش الملكي المغربي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية. تقدم فيوتشر عن طريق مروان محسن في الدقيقة 10، وفي الدقيقة 50 سجل حاتم صوابي لاعب الجيش الملكي الهدف الثاني في مرمى فريقه بالخطأ. بهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز الأول بجدول ترتيب مجموعته برصيد 8 نقاط، والجيش الملكي في الوصافة ب7 نقاط، وفيوتشر في المركز الثالث ب5 نقاط، وأسكو كارا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة. تأهل بايرن ميونخ الألمانية إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على الضيف الفرنسي باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز أرينا في ياب ثمن النهائي. سجل هدفي بايرن ميونخ اللاعب تشوبو موتينغ في الدقيقة 61 وسيرجي جنابري في الدقيقة 89 ليصعد بايرن مستفيدا من فوزه ذهابا أيضا في باريس. كرر نادي البافاري فوزه على باريس سان جيرمان بعدما كان حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد. إذن مشاهدينا الكرام، بذلك نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة. إليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يوجه التحية والتقدير للشهداء والمصابين ويؤكد أن الدولة لن تنسى تضحياتهم. الرئيس السيسي يؤكد نجاح الدولة في القضاء على الإرهاب في شمال سيناء بتزامن مع تحقيق التنمية. ومجلس الشيوخ الفرنسي يقر رفع سن التقاعد إلى 64 عاما رغم تواصل الاحتجاجات على خطط الحكومة. وختاما مشاهدينا الكرام، لمزيد من الاخبار يمكنكم دائما تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال الكيو ار كود الظاهر على الشاشه. كنت معكم انا دانا مدحت وزميلتي نانسي نور، نشكر لكم طيب المتابعه والى اللقاء.